السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة السادسة من اللقاءات الحية في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقررة طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة. طبعا احنا كنا في المحاضرة السابقة حضرات وصلنا إلى كيفية حساب الوعاء الزكوي كيفية حساب الوعاء الزكوي طبعا، ومتبقي معنا جزء بسيط ونخلص الجزء اللي خاص بالزكاة. لكن أنا وجدت بعض الأسئلة حضرات، يعني هرد عليها بسرعة وهكتب لكم الرد عليها في المنتدى. أحد الطالبات المجتهدات كتبت لي بتقول لي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في المثال فات 39 خصمتها من الوعاء الزكوي 40,000، أما في المثال فات 53 من ضمن المصروفات البيعية تم تجنيبه كمخصص ديون مشكوك فيها وكان حلك لنا هنا إضافة. أرجو توضيح الآتي بالنسبة لمخصص الخصم مخصص الديون المشكوك فيها. مخصص الديون المشكوك فيها حضرات ده يعتبر دين ماشي مشكوك في تحصيله، هو لم يصل إلى الإعدام ولم يصل إلى الديون الجيدة فهو في حالة وسط. هيئة الزكاة والداخل حضرات قالت إيه؟ إنه لا يتم الاعتراف بأي مخصصات، لا يتم الاعتراف بأي مخصصات وإلا مخصص الديون المشكوك فيها في البنوك ووفقا لشروط معينة. يبقى إذا ما دام إحنا في حالة غير البنوك يبقى إذا مخصص الديون المشكوك فيها يعامل معاملة باقي المخصصات ولا يتم خصمه من الوعاء الزكوي، يعني يدخل ضمن الوعاء الزكوي، يعني لا يخصم، يعني لا يعتبر من ضمن المصروفات وجبة الخصم، لا يعتبر من ضمن التكاليف، لا يعتبر من ضمن النفقات. تمام؟ المثال اللي حليناه في الأول خالص حضراتكم لو تفتكروا كان قدامها مكتوب ديون ميؤوس منها، ديون ميؤوس منها، فأنا قلت لكم نعتبر هذه الديون الميؤوس منها أنها وصلت إلى درجة الإفلاس أو الإعدام، يعني صاحبها أفلس وتحولت إلى ديون معدومة، لذلك خصمناها او اعتبرناها خساره او اعتبرناها تكلف. تمام؟ لكن كلمه ديون مشكوك فيها يا حضرات هيئه الزكاه والدخل لا تعترف بها اطلاقا، كل المخصصات حضرات تضاف، ولذلك بنيجي في كيفيه نظام الوعاء الزكوي بنقول راس المال زائد الارباح العام زائد الارباح المرحله زائد المخصصات زائد الاحتياطيات، كل ده بيتضاف على بعض حضرتك. ماشي؟ اما في مثال ثاني فات 53 تم من ضمن الصفات البيعيه، طبعا فات 53 انا ممكن اجمعها لحضراتكم لكن هي المفروض تكون لم تحسب، يعني ايه فات 53 اجمعها بسرعه باذن الرحمن اهو 53 تقصدي حضرتك يمكن التمرينات الفصل الثاني أسئلة الفصل الثاني يمكن مخصص الديون المشكوك في مخصص الديون المشكوك هنا بتقول ايه في مثال فات 53 من ضمن المصروفات البيعية تم تجنيبه كمخصص مشكوك فيها. والله اخت دلال انت حاضرة معانا 53 مش عارف انا جبت 53 اهو بس انت اللي مش عارف فيها ولا لا، يا ربي يسر 53 اللي هي الجزء اللي خاص بال
ضمن المصروفات البيعية. أيوة 30,000 ريال تم تجنيبه كمخصص دليل مشكوك في تحصيلها. قلنا لحضرات لا تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم، ولذلك تضاف. عارفين ليه تضاف؟ لأنها دخلت ضمن المصروفات، وإحنا عرفنا حضرات نظام يخصم ويضاف. أنا ببص على المصروف، هل المصروف تم تسجيله كمصروف؟ أي تم تسجيله كمصروف، نعم. طب إذا كنت أنا عايز أحذف هذا المصروف أو لا أعترف بهذا المصروف، لذلك يضاف للربح. إذا كنت أنا بعالج في إيراد، هل الإيراد ده دخل ضمن الإيرادات؟ طب دخل ضمن الإيرادات. طب هل هذا الإيراد صحيح؟ خلاص ما صحيح، براءة. طب هل هذا الإيراد لا يخضع؟ يستبعد، يبقى يخصم. تمام؟ طيب في إيراد تاني مثلا، زي ما ضربنا مثال زي إيراد المبيعات. إيراد مبيعات لم يسجل. إيراد مبيعات مثلا لم يسجل، فهذا إيراد يخضع ولم يسجل، يضاف. ماشي يا شباب، شكرا، بارك الله فيك. تمام، هذا الحمد لله واضح. الجزئية الثانية، الاستثمارات طويلة الأجل، أي لأجل القنية. نعم، الاستثمارات لأجل القنية، ماشي يا حضرات، يخضع للضريبة. دكتور وين وصلت؟ الأربعة حضرات، الاستثمار طويل الأجل لا يخضع الاستثمار ولكن تخضع الأرباح. ولذلك حضرات قلنا في الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. طويلة الأجل يخضع الربح بس، قصيرة الأجل يخضع المبلغ المستثمر ويخضع الربح. فإن المبلغ الذي يخضع الاستثمار بس فقط هو مذكور في الكتاب صفحة 23، إذا كان هدف الاستثمار أي طويل الأجل فيقسم من الوعاء. أرجو توضيح العبارتين، كيف أول يضاف للربح والثانية يخصم؟ هل هناك خطأ؟ وإذا كان الهدف الاستثمار عن القنية أي طويل الأجل فيخصم من الوعاء يخضع، فإن المبلغ الذي يخضع للاستثمار الربح فقط. لا، دي صفحة 29، يبدو أنه أنت كتباها 29، أنا بس ممكن أشرحها هي من غير ما أوصل ل 29. 29 يا شباب، شوف حضرات، استثمار القنية لا يخضع. 29 أهي، الاستثمارات اللي فيها صاد 9 الاستثمارات. اذا كان الهدف من شراء استثمار طويل الاجل فتخصم من الوعاء الذكوي. اذا كان الهدف في المضاربه في الاسهم فتدخل ضمن الوعاء الذكوي. نعم، ما فيهاش حاجه دي، مظبوطه. الاستثمارات الخارجيه، اذا كان العروض قنيه فتعتبر من اوراق الانتاج وتخصم من الوعاء على ان تضاف ايرادتها. اذا كانت مستثمره في اصول متداوله فتضاف الوعاء الذكوي. ما اعرف حضرات، كاتب يرد على سؤال طالبة، يرد على بارك الله فيك. برد على سؤال طالبة كتبت في نعم، برد على سؤال طالبة كتبت في المنتدى انها بتستفسر حول الاستثمارات. بصوا يا شباب، الاستثمارات اشرحها لكم مرة تانية واكتبوها. اذا كان الاستثمار بغرض القنية اي بغرض ان انا اخذ منه الارباح وليست بغرض اعادة بيعه بسرعة او في فترة قصيرة، يعني استثمار طويل الاجل. كلمة طويل الاجل ماشي، اللي هي القنية يعني اي الاقتناع. وبذلك هذا الاستثمار لا يخضع للزكاة، انما يخضع للزكاة ربحه فقط. أما إذا كان الاستثمار قصير الأجل يعني للمضاربة فيخضع للزكاة الربح والأصل. لعلها تكون وضحت. ماشي؟ تمام. بالنسبة لي
الأرباح الأرباح والأصل. بالنسبة لحضرات احنا قلنا في شرط من ضمن شروط الزكاة للمال حتى يكون حتى يخضع للزكاة لابد أن يحول عليه الحول. نعم؟ طيب. أما الأرباح فحول الأرباح هو حول أصلها لورأس المال. الأرباح الحضرات لا تحتاج الحول. متى تحققت الأرباح وقبضت يزكى عنها، لا تحتاج أن يحول عليها الحول. في سؤال ثاني مكتوب فيه المواطن السعودي مواطن مجلس التعاون أو به لا شيء وما سبق، ده حضرات بالنسبة للزكاة والضريبة. المعروف حضرات أن الزكاة يخضع لها المواطن السعودي، تشبع منه الزكاة، أما غير السعودي فعليه دفع الضريبة. لكن صدر مرسوم ملكي كريم في 1405 ساوى ما بين ماشي اللي هم مواطني مجلس التعاون الخليجي والمواطن السعودي في المعاملة الزكوية. واضح لي؟ يبقى إذن لو كان مواطن سعودي أو مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي وله نشاط يخضع للضريبة أو الزكاة في المملكة العربية السعودية فيخضع للزكاة. واضح يا شباب؟ أرجو أن تكون وضحت. نرجع الحمد لله. نرجع حضرات للتكملة. أنا كنت قلت حضرات معايا حاجة كنت عايز أقولها اللي هي إيه؟ اللي هي إحنا باقي معانا الإهلاك ما خدناهوش. تمام؟ وفي جزء تاني حضرات ما خدناهوش اللي هو بسرعة ناخد الإهلاك كده. التكاليف واجبة الخصم. الإهلاك. صاد كامل إهلاك يا حضرات. أي حاضر. أنا عندي هنا صاد 48 46 45 الفصل الثالث شباب ماشي؟ الربح المحاسبي والربح الزكوي، وبدأنا في التكاليف واجبة الخصم والمصاريف التي يجوز حسمها، فحص الرواتب والأجور، وبعدين أخذنا المثال، وبعدين قلنا استهلاك الأصول الثابتة. بالنسبة لحضرات لاستهلاك الأصول الثابتة في النظام الزكوي والنظام الضريبي بتحسب كالآتي. أولا بالنسبة للاستهلاك، تمام، نسب الاستهلاك هي المباني الثابتة تحسب ب5%، المباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%، المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات 25%، مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتدوير حقولها 20%، جميع الأصول الأخرى الملموسة في الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأساس والطائرات والسفن والشهرة 10%. تمام، دول حضرات النسب، دول النسب، يبقى 5% مباني وعشرة، 5 أصول ثابتة مباني ثابتة وعشرة في المية مباني متنقلة. ماشي؟ تمام؟ المصانع والآلات والمكائن 25%، المصاريف المسح الجيولوجي 20%، الباقي الأصول 10%. كيف تحسب الإهلاك هنا حضرات؟ نحل عليهم الأول ونشوف حساب الإهلاك بيحسب إزاي حضرات. في مثال موضح بدل بس ما نشرح نظري ونرجع للعمل تاني. شوفوا كده صاد 47 أو في جدول معمول عندكم مكتوب فيه باقي قيمة المجموعة في 31/12 يضاف إليه يخصم منه. وصلتوا له ده؟ ده بيقول إيه حضرات؟ كيف يحسب الإهلاك في المجموعات السابقة؟ بفرض أنا بحسب الإهلاك سنة، بحاسب المكلف عن سنة 2018 على الإهلاك، بقول له الأصول بتاعتك
في نهاية 2017 كانت كام؟ بيحدث مباقي قيمة المجموعة في 31/12. وأنا هنا زي ما يكون الجدول ده حضرات بيحاسب المكلف عن 2017، فبيقول له باقي قيمة المجموعة في 31/12/2016 كام؟ يعني الأصول بتاعتك إذا كنت في الآلات، إذا كنت في الأساس، إذا كنت في المباني، فكل واحدة على حدة وفقا لنسبتها. تمام؟ فأول حاجة ناخد باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة السابقة لحساب قسط الاستهلاك. عايز تكون واضحة. أول حاجة باخد باقي قيمة المجموعة، يعني قيمة الأصول المراد حساب الاستهلاك عنها في نهاية السنة السابقة للتحاسب. يعني أنا بحاسبه عن 2018 يبقى أشوف الأصول 2017، بحاسبه عن 2017 يبقى أشوف الأصول في نهاية 2016. هذا المثال الموجود أمامكم اللي أوله كلمة 60 ده بيحاسب المكلف عن 2017، فيعمل إيه؟ ياخد قيمة الأصول في نهاية 2016 ثم يضاف إليه ويخصم منه. ودي حضرات سهلة جدا جدا. يضاف ويطرح 50%، 50 يطرح و 50 يضاف. ايه 50 اللي يطرح وال 50 اللي يضاف؟ ال 50 اللي يضاف يا حضرات اللي هي الأصول المضافة السنة دي والسنة الماضية، ماشي؟ ويطرح الأصول اللي اتباعت أو مشيت أو خلصت أو تم التعويض عنها السنة اللي فاتت والسنة دي بس، وده 50%. يبقى إذن الأصل في نهاية السنة السابقة يضاف إليه 50% من المضاف خلال السنة والسنة السابقة، ويخصم منه الأصول المستغنى عنها أو المباعة أو المتصرف فيها هذا العام والعام السابق. تمام؟ وصلت دي؟ أنا عايزكم تركزوا في الإهلاك، ركز في هذا المثال. يجي في اختبار ممكن بهذه الطريقة. تمام؟ أنا بس ممكن يعني خلي بالكم أنتوا لو فهمتوا أصلاً أي طريقة هتيجي في الاختبار ما فيهاش مشكلة. يعني أنا بشوف الأصل في نهاية السنة اللي فاتت وأضيف عليه وأطرح منه، أضيف عليه 50% الأصول المضافة السنة دي والسنة الماضية، وبطرح منه 50% السنة دي و 50% السنة الماضية. تمام؟ بصوا كده في هذا المثال بيقول إيه؟ بيقول باقي قيمة المجموعة في 31/12/2016 60 مليون، المباني المضافة خلال 2016 30، المباني المضافة خلال 2017/16، التعويضات عن المباني المتصرف بها في 2016 10، التعويضات عن المباني المتصرف فيها 2017 6 مليون. تمام؟ هذا المثال بفرض ان هو جاي لك بنفس الطريقة اهو في الاختبار او في الواجب. تمام؟ وعايزين نحله. ايه المطلوب في هذا المثال؟ المطلوب حساب الوعاء الزكوي، حساب قسط الاستهلاك، حساب قسط الاستهلاك وحساب الاصل الخاضع للاستهلاك. عايز احسب الاصل الخاضع للاستهلاك قيمته كام، وعايز احسب قيمة الاستهلاك كام. لما عادي احسب قيمة الاصل الخاضع للاستهلاك يبقى انا هاخد الستين واضيف عليها 30/16 مضروبة في 50%. تمام؟ صفحة 47 بتقول زميلتكم، انا عندي 47. يبقى هناخد باقي قيمة المجموعة اللي هو الستين ونضيف عليها الثلاثين والستاشر اللي هي اضافات خلال السنة والسنة السابقة مضروبين في 50%، واطرح منهم تعويضات او مباني متصرف فيها او مباع السنة دي والسنة الماضية بس. يبقى 60 + 30 + 16 = 46 مضروبين في 50%، وعشرة وستة 16 مضروبين في 50%، دول بالسالب ودول بالزائد، يبقى المجموع كام؟
قدامكم اهو. يبقى انا خدت الستين ضفت عليها 15 و8 ماشي، وبرحت 5 و3. هتقول لي 15 هي 50% من 30، والثمانية 50% من 16، والعشرة 50% منها 5، والستة 50% منها 3. وصل يا شباب؟ معايا؟ تمام. يبقى اذا لما اجي اقول عايز احسب الاصل او رصيد المجموعه الخاضع للاستهلاك، هو عباره عن الاصل في نهايه السابقه مضافا اليه 50% اضافات السنه والسنه السابقه مخصوما منه، 50% من السنه والسنه السابقه للاصول المتصرف فيها. كده انا وصلت لمين يا شباب؟ وصلت للاصل الخاضع للاستهلاك اللي هو 75 مليون. طيب ولو عايز احسب الاستهلاك، انا في المباني، وما دام ما قلناش مباني متنقله تبقى مباني ثابته، والمباني الثابته تبقى بكام؟ 5%. يبقى 75 في 5% ده يديني قسط الاستهلاك الذي يدخل ضمن التكاليف واجبه الخصم. 75%، 75 مليون اقصد، ضرب 5% هيطلع 3,750,000. بالنسبة لحضرات الاستهلاك ماشي، أول حاجة رقم واحد بنحسب الأصل القابل للاستهلاك، أو نقول حضرات إيه؟ رصيد المجموعة الخاضعة للاستهلاك، أو رصيد المجموعة الخاضع للاستهلاك. ده حضرات رقم واحد. اثنين، احسب الاستهلاك. طب بتحسب ازاي الاستهلاك؟ الاستهلاك ده بيساوي الاصل او رصيد المجموعة القابل للاستهلاك ضرب النسبة. طب الاصل القابل للاستهلاك او رصيد المجموعه الخاضعه للاستهلاك عرفناه، بجيب الاصل في نهايه السنه السابقه للتحاسب بضيف عليه زائد 50% اضافات هذا العام العام السابق، واطرح منه 50% الاصول المتصرف فيها هذا العام والعام السابق، اوصل لمين؟ للاصل القابل للاستهلاك. بعد ما وصلت له اخذ الاصل القابل للاستهلاك واضربه في النسبه، يدينا حضرات مين؟ يديني قسط الاستهلاك. واضحه يا شباب؟ في هذا المثال اللي هو امامنا ده ماشي، 60 زائد 30 في 50% ب 15، 16 في 50% ب 8، جمعناهم 15 و8 23، يخصم منه 50% من العشرة، 50% من الستة يبقوا 3، يبقى 5 و3 8، يبقى 60 زائد 23 ناقص 8 بتساوي 75 مليون. أرجع أحسب القسط، أرجع أحسب الاستهلاك اللي هو 75 مليون ضرب 5% هيديني 3,750,000. أرجع أطرح منهم 3,750,000 ناقص 75 مليون يديني الفرق اللي باقي حضراته، عبارة عن باقي قيمة المجموعة هذا العام
باقي قيمة المجموعة هذا العام. ماشي يا شباب؟ عايز هذا المثال يكون مهضوم جيدا، ماشي، عشان بس انقل لنقطة تانية مرتبطة به. هل حد لديه استفسار فيه؟ هل احد لديه استفسار فيه؟ السبب ايه؟ النسب قليلة يا شباب، مش كثيرة المالكي، مش كثيرة النسب، يعني هي 5 10، صح، 5 10 15، كم نسبة هم؟ مش كثير، بس عشان ما نزيدش عليهم كثير، 10. لا، الأصول الثابتة المباني 10 و5، والمسح الجيولوجي 20، والأصول 10 الباقية، والمكائن والآلات 25، يعتبر 1 2 3 4 نسب بس، مش كتير. احنا خلينا نحفظها دلوقتي، ولو في تحديد أقل من كده نبقى نبلغكم بيه إن شاء الله، ما نقلقوش يعني. أنتوا حلوا على أساس إنكم أنتوا تحفظوا هذه النسب، أنتوا شباب والحفظ عندكم سهل إن شاء الله. لكن بس خلينا نفهم المثال، المهم نعرف نحلوه، تمام؟ الجزء اللي بعد كده يا شباب هو الآتي، بعد ما حسبنا الاستهلاك وصلنا لحاجة اسمها رصيد المجموعة بعد الاستهلاك، رصيد المجموعة بعد الاستهلاك اللي احنا وصلنا ليه اللي هو كان 71,250,000، ماشي؟ ده النسب. لما تيجي تبص على الاهلاك، هناخد تمرينات عليها حضرات، في كذا مثال هم موجودين عليه، بس المثال الثاني حضرات مرتبط بايه؟ مرتبط بنسب التحسينات او الاضافات. لما نيجي نعمل تحسينات في الاصول حضرات، تمام، النظام الزكوي والضريبي مع بعض، والجزء الاهلاك ده حضرات في الزكاة وفي الضريبة زي بعض. نظام الزكاة حضرات قال بالنسبة للتحسينات او الزيادات على الاصول والتحسينات عليها تقبل كمصروفات وتحمل للسنة في حدود 5%، في حدود 4%، سوري، في حدود 4%، يعني التحسينات نوافق عليها في حدود 4% من قيمة الأصول اللي هي في نهاية السنة. يعني شوفوا كده المثال اللي جت تاني على طول، لما وصلنا لحد 71,250,000، المفروض مصاريف التحسينات المسموح بها نظاميا هي 4% منها، يعني عبارة عن كام؟ عبارة عن 2,850,000، ماشي؟ ده حضرات التحسينات المسموح بها نظاميا على الأصول الثابتة. طيب التحسينات دي إذا كانت في حدود 4% تعتبر من ضمن المصروفات. طيب إذا كانت أكبر من 4%، ناخد ما يوازي ما يساوي 4% نعتبره من المصروفات، وما زاد على ذلك نعتبره نضيفه على قيمة الأصل، يعني ما ناخدوش كمصروف، لكن لا يعني ايه يتم التحاسب عليه، بس يضاف على الأصل ويستهلك في السنوات القادمة. يعني في مثال اهو عندكم، انه كانت التحسينات 3,850,000، لكن التحسينات المسموح بخصمها 2,850,000، فزاد مليون، المليون اللي زاد ده يضاف على الأصول اللي هي 71,250,000 زائد مليون، تبقى 72,250,000. ماشي يا شباب؟
ده اللي هو وين المثال صفحة كام؟ هو بعديه يا أختي الكريمة، المثال بعد على طول بعد المثال اللي كنا فيه، بعد بالظبط 47، بعديها على طول 48، بعديها مباشرة. صفحة 48 هو بالظبط وراك. ماشي يا شباب، يعني مثلا عندي سؤال اهو، عند حساب قسط الإهلاك للأصول الثابتة يتم حسابه على أساس أنه يساوي إجمالي باقي قيمة المجموعة في السنة الزكوية السابقة مخصوما منه 50% من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الزكوية الحالية والسابقة، مضافا إليه نسبة 50% من الأصول المتصرف فيها خلال السنة الزكوية الحالية والسابقة. صح ولا غلط؟ ماشي يا شباب، ها ايوه. طيب خلاص وصلت للمثال. طيب بص حضرات، يعني المثال او التمرين ده ممكن يجي كواجب عند الفحص الزكوي لاحدى الشركات اتضح ان مجموعه قيمه المباني الثابته في نهايه مثلا 2017 60 مليون ريال، وقيمه المباني المضافه خلال عام 2017 30 مليون، وقيمة المباني المضافة خلال عام 2017 12 مليون، وقيمة التعويضات عن المباني المتصرف فيها في عام 2018 10 مليون، وقيمة التعويضات عن المباني المتصرف فيها في عام 2017 6 مليون. بناء على البيانات السابقة فإن القيمة القابلة للاستهلاك للمباني الثابتة عن عام 2018 تبلغ اختيارات ألف ب ج د، ألف 75، ب 73، ج 72، د 70. ما هي الإجابة الصحيحة يا شباب؟ ده هو المثال نفسه ده، يعني السؤال ده هو المثال. ماشي؟ هيا يا شباب كله ساكت، لما لم هل الصوت انقطع عنكم ولا حاجة؟ طيب الصوت واضح عجيبه. أنا هو اختبار السؤال ده، تمام، كان جاء فيه اختبارات سابقة بالضبط، كان بنفس صيغة السؤال ده، انه كانت الاصول في نهاية السنة وهكذا. بناء على البيانات السابقة فان القيمة القابلة للاستهلاك للمباني الثابتة على هذا العام تبلغ 75، 73، 72، 70.
سؤال تاني ممكن نفس السؤال لحضرتك، فإن قسط الإهلاك للمباني الثابتة يبلغ، وأربع خيارات تمام، أن باقي قيمة المجموعة بعد الإهلاك تعتبر تساوي، أربع خيارات، مصروفات التحسينات النظامية يجب ألا تزيد عن المبلغ اللي هو على 4% من قيمة الأصل بعد الاستهلاك. واضح يا شباب؟ تمام؟ برضو في كان في مثال حضرات كان عن الإهلاك برضو تاني. ده حضرات بالنسبة لي الإهلاك، طبعا الإهلاك هنرجعوا مرة تانية حضرات نبصوا فيه في الزكاة في الضريبة، معذرة في الضريبة، فمش عايزين الله يبارك فيكم ايه ناخد فيه وقت طويل، لكن احنا دلوقتي عرفنا كيف تحسب المجموعة، كيف يحسب الإهلاك، بجيب قيمة المجموعة، قيمة المجموعة عجيبه نهاية السنة الماضية زائد 50% إضافات السنة والسنة الماضية ناقص 50% من التصرفات في الأصل هذا السنة والسنة الماضية، الناتج هو مجموع أو مجموعة أو رصيد المجموعة القابل للاستهلاك، أحسب منه الاستهلاك وفقا للنسبة، وبعد ما أحسب الإهلاك أستبعدها من القيمة، يبقى الباقي هو باقي قيمة المجموعة في نهاية العام التحاسب. إذا كانت هناك مصروفات تحسينات لا تزيد عن 4% من هذا الرقم. ماشي، نتمنى من الله ان تكون واضحه. طبعا حضرات بالنسبه لفحص المشتريات المبيعات والدين المعدومه كل ده خدناه، في جزئيه بس ما خدناهاش اللي هي تضمنت المشتريات شراء اساس بمبلغ 40,000 ريال وتستهلك الشركه الاساس بمبلغ 10%. بالنسبه حضرات للاثاث، بالنسبة للأثاث 10%، القانون حضرات أجاز خصم الاستهلاك للأثاث 10%، إيه اللي حصل ده؟ إيه اللي ظهر هنا؟ تضمنت المشتريات شراء أثاث بمبلغ 40,000 ريال في 1/10 وتستهلك الشركة الأثاث بمعدل 10%. تضمنت المشتريات شراء أثاث بمبلغ 40,000، أولاً حضرات في فرق ما بين شراء الأثاث وشراء الأصل الثابت. الأصل الثابت يخضع للاستهلاك وقسط الاستهلاك هو اللي يتخصم من التكاليف واجبة الخصم، أما المشتريات كلها بتدخل ضمن التكاليف، لأن أنا لما أجي أحسب تكلفة المبيعات بضيف المشتريات كلها وأضيف رصيد أول المدة وأضيف المصروفات وأرجع أطرح بضاعة آخر المدة. طيب هنا عشان تعالج تعمل إيه؟ المثال يا حضرات اللي هو حليناه الأسبوع المحاضرة السابقة اللي هو تحت بند 3.2.5 فحص الديون المعدومة وبعدها مثال، في جزء أجلناه قلنا عليه اللي هو تضمنت المشتريات شراء أساس بمبلغ 40,000. طب إيه الحل؟ العلاج إنه ال 40,000 كلها تتضاف وأرجع أخصم إهلاك هذه الإضافات أو هذه الأصول. الأساس ده ب 40,000 تمام، وأنا بعمل له حساب بقول 50% يضاف و 50% يطرح، فهعمل له حساب اهلاك ب 50% منه، يبقى 40,000 في 10% في نص ب 2000، معنى ذلك ان انا اضيف 40,000 وارجع اخصم 2000 ريال. ماشي؟ صفحة 50 يا اختي الكريمة، صاد 50 حليناه المحاضرة السابقة ولم تتبقى إلا هذه النقطة. ماشي يا شباب؟ وحلينا كل ما هو متعلق بهذا الجزء من هذا المتعلق بالإهلاك. باقي حضرات ترحيل الخسائر، يجوز ترحيل الخسائر بتاعت السنوات السابقة. الضرائب اللي تدفعها الشركات السعودية، حد بيقول لي كيف احله؟
محلول يا أختي الكريمة، محلول إنه محلول هذه حل التمرين كله، لا حل التمرين كله إضافة 40 وخصم 2000، لا إضافة 40 وخصم 2000، التمرين كله محلول تحتيه بالظبط أهو في باقي الصفحات، وإحنا حليناها في المحاضرة السابقة ما تتبقاش غير هذه النقطة. والنقطة دي بالذات يا حضرات يضاف إليه أصول ثابتة مدرجة ضمن المشتريات بالخطأ، أهي مضافة 40، ورجع بعد شوية حضرات في الخصم قال لك إيه؟ إهلاك لم يحتسب ب 2000. ال2000 دي وال40 هي المتعلقة بهذا البند اللي هو ضمن المشتريات 40000 أساس. ماشي؟ ماشي؟ عشان اللي هيقول كيف حل إضافة 2000، لا خصم 40، إضافة 40 وخصم 2000. ماشي؟ إضافة 40 وخصم 2000. نيجي حضرات لضرائب الخسائر اللي خدناها كلها، تمام؟ نيجي حضرات طرق تحديد الوعاء الذكوي. الوعاء الذكوي حضرات ليه طريقتين، طريقة اسمها طريقة رأس المال العامل، وفي حضرات الطريقة الثانية الطريقة الثانية حضرات، ودي اسمها طريقة اسمها طريقة حقوق الملكية أو مصادر الأموال. ده حضرات طريقتين لحساب الوعاء الذكوي. اللي احنا خدناها ومتعودين عليها وبدأنا فيها من أول في المحاضرات هي طريقة مصادر الأموال أو حقوق الملكية. طيب في طريقة تاني لحساب الوعاء الذكوي، نعم اسمها طريقة رأس المال العامل. ورأس المال العامل يا شباب معروف هو عبارة عن الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. فهذا هو هذه هي الطريقة اللي اسمها طريقة رأس المال العامل. طريقة رأس المال العامل حضرات بتقول ايه؟ انه الوعاء الذكوي بيساوي الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة. طبعا الأصول المتداولة انتوا عارفينها يا حضرات، الأصول المتداولة زي ايه؟ زي النقدية، زي أوراق القبض، ماشي، زي النقود، زي المدينون، زي المخزون السلعي، كل ده حضرات اللي هي الأصول المتداولة يطرح منها الخصوم المتداولة اللي هي الالتزامات المستحقة على المشروع أو على المنشأة فيه والتي يجب سدادها خلال فترة قصيرة اللي هي خلال لا تصل إلى سنة، 3 شهور، 6 شهور، 7 شهور وهكذا. ماشي؟ فده حضرات طريقة رأس المال العام. بالنسبة لطريقة رأس المال العامل ما فيهاش مشكلة في حسابها، لكن عليها بعض الملاحظات. ايه الملاحظات اللي عليها؟ الملاحظات اللي على طريقة رأس المال العام حضرات اللي هو عند وجود قروض قصيرة الأجل تستخدم في تمويل أصول طويلة الأجل، أو قروض طويلة الأجل تستخدم في تمويل استثمارات قصيرة الأجل. ولذلك هتلاقي صفحة 64 أو 65 معالجة لهذا البند، بيقول صافي رأس المال العام آخر المدة إذا وجدت قروض قصيرة مستخدمة في تمويل أصول ثابتة تضاف، وإذا وجدت قروض طويلة الأجل مستخدمة في تمويل متطلبات رأس المال العام تطرح، وبالتالي أوصل إلى رأس المال النامي أو الوعاء الذكوي المعدل. يا حضرات هذه الطريقة، ماشي، احنا هنركز على كيفية حسابها سهل، بس هنركز على العملية اللي هي
ملاحظات اللي حواليها. كيفية معالجة هذه الملاحظات؟ أن معالجة هذه الملاحظات إن أنا آخد صافي رأس المال العامل وأضيف عليه قروض قصيرة الأجل مستخدمة في تمويل أصول ثابتة، أو أطرح منه قروض طويلة الأجل مستخدمة في تمويل متطلبات رأس المال العامل. تمام؟ طيب، في مثال عليها حضراته. إذا كانت الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في بداية الحول كانت على التوالي 800 و250، بينما رأس المال العامل في نهاية الحول 600 ألف، في حين أن القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة 100، والقروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط التجاري خلال العام بلغت 200. فما هو وعاء الزكاة؟ ومديني اختيارات ألف، واحد، اثنين، ثلاثة، أربع اختيارات. أنا هعمل إيه؟ هو بيقول لي الأصول المتداولة في بداية الحول 800 و250. أنا لما باجي أحسب رأس المال العامل بحسب رأس المال العامل في نهاية الفترة وليست في بداية الفترة، ولذلك أنا 800 و250 لا أستخدمهم هنا. بينما بلغ رأس المال العامل في نهاية الحول، بينما بلغ رأس المال العامل في نهاية الحول 600 ألف، أخذ ال 600 ألف دي وأبني عليها المعادلة اللي هي فوق عندي. ده رأس المال العامل في حين وجدت قروض قصيرة الأجل في تمويل أصول ثابتة بلغت 100، ده حضرات تضاف، وقروض طويلة الأجل مستخدمة في تمويل النشاط التجاري ده حضرات اللي هي ايه تخصم. ماشي؟ فأنا هاخد 600 و القصيرة الأجل حضرات أهي هتضاف، وطولة الأجل هتخصم، تبقى الإجابة هتبقى كام حضرات؟ يعني 600 زائد 100 ناقص 200 هتساوي 500 ألف. تمام؟ طيب، هذا الجزء اختباره فيه إزاي والأسئلة فيه إزاي؟ تيجي اختياري وفقا لمثل هذا السؤال، ومحلول عليه حوالي سؤالين تاني او ثلاثة بعد كده اهو. اذا كان صافي رأس المال العام في بداية الحول 200، وبلغت القروض طويلة الاجل المستخدمة في تمويل النشاط التجاري 5، والقروض قصيرة الاجل المستخدمة في تمويل النشاط الاستثماري 25، فاذا علمت ان رأس المال العام في نهاية الحول بلغ 140، فما مقدار التغير في صافي رأس المال العام؟ ماشي؟ طبعا يا حضرات محلول عندكم اهي، ماشي؟ فالتغير في الاخر هتلاقيه بكام؟ ب80 ألف بالسالب. ماشي؟ معلش، طبعا الزكاة برضو فيها جزء عملي، لكن فيها جزء بسيط، طبعا في الاول كان نظري وسهل، لكن فيها جزء عايز مذاكرة منكم، اللي هي الجزء اللي خاص بطرق احتساب او طريقة احتساب رأس المال الوعاء الزكوي وفق طريقة رأس المال العام. رجاءا هذا الجزء حضرات تعتبروا انه هبعت لكم في المنتدى التمرين ده والتمرين اللي قبله على اساس انه واجب تحلوا فيه، هو محلول عندكم، بس رجاء ان تركزوا كيف نصل الى رأس المال النامي، كيف نصل الى التغير. ايه هو يقصد هنا التغير؟ ايه هو يقصد هنا التغير؟ انه رأس المال في اول العام كان كذا وفي اخر العام مش موجود، فهتجيبوه من خلال المعادلة، لأن رأس المال النامي موجود والقروض القصيرة موجودة والقروض الطويلة موجودة. طب رأس المال العامل في نهاية السنة كام؟ هو ده اللي هيبقى مجهول، وهتجيبه عن طريق المعادلة. ماشي يا شباب؟ طبعا كان بودنا نخلص النهاردة حضرات الزكاة، لكنها هتاخد مننا يمكن نص المحاضرة القادمة، لأنه لسه عندنا الفترة القصيرة والفترة الطويلة. ماشي؟ اي استفسار حضرات؟ طبعا هذه المحاضرة كان فيها شرح كتير، المحاضرة القادمة هتكون ان شاء الله كلها تمرينات، لان لازم نخلص الزكاة باذن الرحمن. اي استفسار يا شباب؟ خلاص ماشي، في حفظ الله.
إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة يا جماعة في حفظ الله. مشكورين مشكورين، شكرا لكم طلاب المستوى السابع تخصص المحاسبة، كنا معكم في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة، شكرا لكم، ونلتقي معكم في المحاضرة القادمة بإذن الله يوم الأربعاء إن شاء الله، هننتهي من الزكاة في المحاضرة القادمة بإذن الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.